إذن زميلنا عواد الفياض مفدنا إلى مقديشو ما زال معنا. نذهب إليك عواد بالصوت والصورة، وتابعنا هذه الصور حقيقة لتنقل لنا، يعني أنت متواجد هناك منذ نحو أسبوعين، وتابعنا هذه الأنباء عن نفوق ماشية بأعداد كبيرة. كيف تنقل لنا أحوال الصوماليين من عندك اليوم يا عواد؟ ماذا لديك؟ أهلا بك غواء وبكل من يشاهد نشرة التاسعة. في البدء نتحدث عن الوضع الميداني، أعلنت الحكومة الصومالية اليوم عن مقتل 20 شخصا في منطقة إيران في هجوم من قبل حركة الشباب الإرهابية الجمعة الماضية. الإعلان اليوم يأتي بعد الحصول على الحصيلة الرسمية لأعداد القتلى. الهجوم استهدف بالمناسبة قافلة للمساعدات الإنسانية من 8 مركبات. قامت قوات الحركة بإحراق السيارات وقتل كافة الركاب والاستيلاء على الشحنات الغذائية والمساعدات التي كانت لدى هؤلاء في منطقة هيران. تقول الحركة بأنها قامت بهذا العمل انتقاما من القوات الحكومية التي تقول أنها سوف تحصل في نهاية المطاف على هذا الغذاء بدلا من المواطنين. هذا الهجوم غوا يأتي بعد أسبوعين من هجوم آخر في نهاية هذا الشارع الذي نحن فيه، في شارع المطار. هناك غوا في نهاية هذا الشارع قرابة كيلومتر واحد فندق حياة الذي استهدف قبل أسبوعين استهداف كبير وهائل وتسبب مقتل عديد من الأشخاص وإصابة العشرات. نعود إلى الوضع الإنساني غوا. اليوم تحدث ديفيد بيزلي مدير برنامج الغذاء العالمي بأن أكثر من 2.5 مليون مواطن صومالي لا يستطيع البرنامج الوصول إليهم، بمعنى أنهم ليسوا على لائحة هذا البرنامج من ناحية الحصول على المساعدات لأسباب لوجستية وأمنية. طبعا غوا كما شاهدتم في التغطية في الأسبوعين الماضيين كنا نتحدث عن الكثير من الصعوبات الأمنية التي تواجه النازحين الصومال. ذهبنا إلى أكثر من 5 مدن في كسمايو وفي بلدوا وفي أطراف مقديشو، وأيضا ابتعدنا قليلا في جنوب غربي البلاد خارج منطقة جوبالاند بمسافة تصل إلى 90 كيلومتر. واجهنا وشاهدنا الكثير، بالعودة إلى أوضاع النازحين في كسماوي، واجهنا وشاهدنا النازحين الذين يخرجون من مناطق فيها توتر أمني كبير جدا وفيها أيضا سيطرة ضمنية لقوات حركة الشباب، وتأتي هذه الظروف أيضا إلى جانب الجفاف الكبير الذي يصيب المنطقة. تقول منظمة الغذاء العالمي بأن أكثر من 8 مليون صومالي ربما خلال 4 شهور القادمة سيكونون ضمن نطاق المجاعة إذا ما استمرت احتباس الأمطار عن الصومال في الشهور القادمة لمدة 5 سنوات. نعود إلى قصة التقرير غوا إذا سمحت لي. نعم. التقرير هو من كسمايو التي كنا فيها في 3 أيام الماضية. الأوضاع جدا سيئة، الرعاية الصحية شبه معدومة باستثناء مستشفى حكومي واحد. غياب الرعاية الصحية إلى جانب الجفاف إلى جانب المياه، شح المياه، والمياه الموجودة في كسمايو وفي منطقة جوبالاند هي مياه غير صالحة للاستخدام الآدمي، مما ينعكس بانتشار أمراض كبيرة مثل الكوليرا والملاريا والأنيمة كما شاهدنا في عدد من التقارير. نعم. في نشرات التاسعة وفي برنامجنا في MBC في أسبوع. شكرا جزيلا لك عوض على نقل الصورة، يعني الوضع المعيشي، الوضع الأمني كذلك، وستكون معنا خلال الأيام المقبلة لنتابع معك أكثر ونواكب أحوال الصوماليين من هناك. حدثتنا إذن من مقديشو العاصمة، موفد MBC إلى هناك زميلنا عوض الفياض.